أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين. سلسلة طويلة من المشروعات القومية والعملاقة والتي ولدت مع ثورة 23 من يوليو وثورة 30 من يونيو أيضا، فهناك تشابه كبير في حجم تلك المشروعات وأهمية للاقتصاد المصري كلا في زمانه. الحديث أكثر عن هذه المشروعات القومية في ثورة يوليو وعن امتدادها في ثورة يونيو ينضم إلينا ضيفنا الكريم الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف. أهلا بك دكتور. أهلا بك. عايز أبتدي مع حضرتك من الوضع الاقتصادي المصري لغاية شهر مثلا 6/52. في يعني دلوقتي نقدر نقول يعني بصوت عالي ان الناس في رأي ظهر جديد ان الوضع الاقتصادي قبل 52 كان وضع اقتصادي مزدهر وان الملكية كانت افضل اقتصاديا للشعب المصري ولعموم الشعب المصري وان كان في ثورة صناعية وتجارية وان البورصة المصرية كانت قوية وبورصة القطن ومصر كانت بتسلف بريطانيا والموضة بتنزل في القاهرة قبل ما بتنزل باريس. كل هذه الاراء حول الوضع الاقتصادي قبل 52 ما مدى صحتها؟ والله هو حقيقي يمكن الغريبة في الأمر اللي حضرتك بتقوله أنه في بعض الناس اللي بيرددوا الكلام ده لولا ثورة يوليو 23 يوليو ما كانوش قدروا يدخلوا مدارس ولا يتعلموا ولا يقدروا يطلعوا في حلقة التلفزيون ويتكلموا، لأنه ما كانش كان هيبقى سموير يعني في مكان ما في مصر فقير مستبعد من التعليم لا يمتلك قوت يومه. فده الغريبة انه لو احنا قلنا لو حد بيردد من الكانوا الاقطاعيين مقبولة، لكن ما يتردد من بعض الاشخاص اللي هم استفادوا استفادة قصوى وثورة 23 يوليو غيرت من مصيرهم ومن مستقبلهم مستقبل اولادهم، ده في علامة استفهام او جهل كبير حقيقي. دي حاجة. الحاجة الثانية قصة ازدهار الاقتصاد المصري وانه مصر بتسلف بريطانيا وانه الجنيه المصري كان اغلى من الجنيه الاسترليني. الجنيه المصري اغلى من الجنيه الاسترليني لانه في فترة من الفترات كان الجنيه ده حاجة اسمها سلعية، الجنيه ذهب، فالجنيه الذهب المصري فيه قيمة فيه كمية ذهب أكتر من الجنيه الاسترليني. الغطاء النقدي اللي هو كان بيبقى الذهب ساعتها بالظبط ده طبيعي، لكن وضع الاقتصادي المصري يعني كان عشان نبقى بس نوصل ببساطة للمعلومة، يعني كان وزن الجنيه الذهب المصري أكبر من وزن الجنيه الذهب البريطاني فما يقابله من بالظبط الجنيه الورق نقدر نحوله يعني مثلا ده 10 جرام وده 5 جرام، فال 10 جرام المصري ده ب 10 جنيه، ال 5 جرام ده ب 7 جنيه مصري. فمش دليل على قوة اقتصاد ولا حاجة. لو احنا اقوى اقتصاديا وعسكريا من بريطانيا كنا احتلنا بريطانيا مش العكس، يعني ده الواقع، ده واقع وكان واقع مفروض علينا وكلنا شفنا البريطانيين سرقوا الموارد الطبيعية بتاعتنا واستولوا على الموارد الطبيعية بتاعتنا وبدأوا يوزعوها هم والملك يعني المقدرات الشعب المصري وممتلكاته وأراضي الشعب المصري كان يهادى بها. طيب يعني موضوع مصر كانت بتسلف بريطانيا، هل فعلا بريطانيا كانت بتقترض من الحكومة المصرية، خصوصا الكلام اللي بيتقال انها اقترضت اموال من مصر في وقت نهاية الحرب العالمية الثانية؟ والله حقيقي لو واحد دخل بيتك ومحتل بيتك وقال لك سلفني فلوس وحتى لو مش لاقي تاكل هتدفوله لانه كده هياخدهم يعني. فما اقدرش اقول سلف لان احنا موازنتنا زايده وانه رعايه تعليم ورعايه صحه والناس يعني كان بياخد من قوت المصريين بياخد من قوت المصريين بالظبط، فما اقدرش نقول احنا كنا بنسلفهم. هو في يعني واحد كان بياخد، واحد دخل بيتي محتل بيتي وقاعد فيه بالعساكر بتوعه وبالبلطجيه بتوعه، خلينا نحط الامور في نصابها الصحيح، وبالسلاح فوق دماغي وقال لي سلفني 100 جنيه وانا عارف انه هياخد الفلوس كلها وممكن ياخدني انا معاه وهو وعيالي كمان، هعمل ايه؟ فما اقدرش اقول انه كان عندنا بقى فائض اقتصادي وازدهار اقتصادي. طيب ده ما انعكسش ليه على مستوى اصل الازدهار الاقتصادي معناه ايه؟ معناه رفع مستوى المعيشه للمواطنين وهم المواطنين. أنا بتكلم عن المصريين العاديين، أنا ما بتكلمش على الإقطاعيين، الإقطاعيين طبعًا الموضة كانت بتنزل لهم، هل كانت بتنزل للمصريين كلهم؟ ولا كانت بتنزل للإقطاعيين؟ الموضة كانت بتنزل في القاهرة قبل باريس، بس كانت تروح سوهاج، كانت تروح جنة، كانت تروح مرسى مطروح، كانت تروح سينا.
دي لانها كانت بتروح كانت بتروح بس حتى في الحتت اللي فيها الاقطاعيين يعني في الدلتا للاقطاعي للاقطاعي وحده، ما كانتش تروح للمصريين بصفه عامه. اي نظام مهما كان سوءه فهناك المستفيدين منه. فلا ما ننكرش انه في فتره قبل 23 يوليو كان في فئه من المصريين مستفيدين من الاحتلال البريطاني. يعني ما كانش في ازدهار على الاطلاق. الازدهار يا فندم اللي نقول عليه، والمصريين كانوا يعني معظم الشعب المصري ما كانش لاقي مش لاقي قوت يومه، مش لاقي رعايه صحيه، مش لاقي مصدر دخل، مش قادر يتعلم لانه مش معاه فلوس يقدر يتعلم بيها، لانه التعليم لازم كان يدفع له فلوس. الازهار بقى فين بقى؟ يعني انا ما اقدرش اقول. خليني طب ارد على حضرتك بلسان هذا الراي عشان نوضح الصوره ممكن لشخص ما يكونش شايفها واضحه. قبل 52 كان في طلعت حرب، كان في مشاريع قوميه زي بنك مصر ومصر للطيران وكل هذه المؤسسات المصرية اللي اتعملت بأسهم وسندات مصرية. ازاي نوضح شكل الاقتصاد في ظل وجود قامات اقتصادية زي طلعت حرب؟ واقول لحضرتك حاجة ببساطة شديدة، ان في اي دولة لابد من في كيان اقتصادي. شفت اي دولة يعني حتى لو شفت الدول حاليا، الدول اللي نقدر عليها نقول دول وصلت لدرجة الانهيار، فيها اقتصاد ولا ما فيهاش؟ فيها رجال اعمال ولا ما فيهاش؟ فيها ناس بتعمل مشروعات ولا ما فيهاش؟ انا اللي بيفرق بقى بنشوف هو اثر الكلام ده على مجمل الشعب، مش على فئه معينه من الشعب، مش على نص في المية من الشعب المصري، وقد يكون اقل من نص في المية من الشعب المصري. حتى كانت افكار يعني تليق بدوله زي مصر. بالظبط. انا ببقى مبسوط امتى؟ مش لاني بنينا افضل جامعه على مستوى العالم في حته معينه على ارض مصر، لكن هل اتيحت الخدمه التعليميه الجامعيه لجميع ابناء المصريين فقيرهم وغنيهم؟ لو ما اتاحتش يبقى انا قصرت الموضوع على فئه معينه. وده سيطره الاقطاع وراس المال. وسيطره الاقطاع وعلى الخدمات المقدمه للشعب المصري، وعشان كده قامت ثوره 52. بالزبط. عشان المصريين. بالظبط بالظبط. المنح الاقتصادي لثوره 52 وما تبعه من مشروعات اقتصاديه عظيمه، إذا كان على رأسها السد العالي وتوليد الكهرباء ونقل الزراعة من الزراعة الموسمية إلى زراعة حقيقية نقدر نقول، ومصانع حديد وصلب وتجديد مصانع حديد وصلب ونجع حمادي الألومنيوم، مشاريع الكساء الشعبي، مشاريع عديدة قومية قامت بيها ثورة 52. طيب أقدر أقول لحضرتك إنه عشان نفهم اللي حاصل محتاجين نحط الكلام ده في الإطار العام، مش بس في مصر وبره مصر. خلال الفترة دي كانت كل الدول المستقلة حديثا أو كل الدول برضو النامية اللي هي بتبدأ تحط خطط ليها كانت غالبا ما بتتجه ناحية الاشتراكية. عندنا في أمريكا اللاتينية، في بعض الدول الآسيوية، في دول في الاتجاه اليساري، الاتجاه ده. فمصر ما كانتش في منأى ولا بعيدة من الاتجاه ده. مصر كانت مبشرة يعني. تمام. بل مصر كانت من الدول القائدة اللي قدمت نموذج يحتذى به، وفي بعض الحاجات ما زال يحتذى به، وهنتكلم عليها حتى هنقول يعني في حاجات اتعملت في ثورة يوليو ما ينفعش تتعمل دلوقتي. تمام. وفي حاجات بنحسبها بزمنها. بالظبط بالظبط. كل فتره زمنيه لها يعني على سبيل المثال كان في حكمه من تأميم المشروعات وتأميم رؤوس الاموال الاقطاعيين واعاده توزيع الاراضي الزراعيه. ليه بقى؟ لانه شوف مصدر رؤوس الاموال دي كان ايه؟ كان من قوت الشعب المصري. الاراضي الزراعيه تم اعطائها هبه وهبات وهدايا في بعض الاحوال لناس كانوا هم نقدر نقول هم الصوت المسلط على ظهور الشعب المصري. نبقى بس نحط الامور في نصابها الصحيح. فطبيعي اما ثوره مجموعه شباب ضباط احرار عندهم غيره على بلدهم، طبيعي اول حاجه بيفكروا فيها يرجعوا ما سرق وما نهب من الشعب الى الشعب.
دي نقطة وباتخاذ الفكر اليساري، البيت لمن يبني والأرض لمن يزرعها بالظبط. فبدأنا نتكلم في ال... في في, ال... في الاتجاه ده. فده توجه يعني من... ده توجه متميز جدا في الفترة دي، برضو كان هو الاتجاه على مستوى العالم، لكن في مصر بصفة خاصة، لأنه الفئة اللي كانت تمتلك وخصوصا الأراضي الزراعية كانت هو فعلا صوت مسلط على ظهور المصريين. فكان طبيعي جدا أنه مجموعة الشباب الضباط الأحرار تاخدهم الغيره جدا ويبدا يعيد الـ 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 الحق والمقدرات الحقوق على كل اللي هو اعاده توزيع الدخل، ده اعاده توزيع الدخول، قانون الاصلاح الزراعي وقانون الاصلاح الزراعي والقوانين الجديده كلها اللي ترتب على ده في مجال الـ طيب لو انا عاوز بقى، لو حضرتك حابب تربط ثوره 23 يوليو ب 30 يونيو، اتجاه اللي عندنا دلوقتي السياق العام ايه؟ السياق العام اللي تم اتخاذه في 23 يوليو ما ينفعش تتخذه دلوقتي. انت مش محتاج اعادة توزيع دخل، انت محتاج زيادة الدخل القومي واتاحة الفرصة للمصريين من خلال نموذج بنسميه احنا اقتصاديين النمو الاستيعابي. مش تحقق بس نمو اقتصادي، ولكن لا، النمو الاستيعابي بيتيح الفرصة لكل المصريين انهم يبدأ يقدر يلاقي فرصة عمل، يقدر يلاقي البزنس، يستوعب عدد كبير من المصريين، جميع فئات المصريين. فخلي بالك في 23 يوليو احنا كان فكرتنا اعادة توزيع الدخل، يعني عندي كمية دخول ثابتة وببدأ اوزعهم. ده المنهجية الحالية لا، ده انا بكبر الدخل نفسه وبكبر الناتج وبتيح الفرصة لأي مصري بدون استثناء. يعني ما بتكلم على مبادرة 200 مليار جنيه عشان المشروعات الصغيرة، ليه؟ لأن الولد والشاب اللي عاوز يعمل مشروع وهو ما عندهوش الإمكانيات المادية يقدر يدخل. بتكلم على الصندوق الاجتماعي اللي هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة، بيساعد الولاد ويساعد الشباب ويساعد المرأة المعيلة ويساعد كل فئات المجتمع. ده من حيث المنهجية ومنهجية التفكير. يبقى في 23 يوليو كانت الفكرة إعادة توزيع الدخل، إعادة توزيع الممتلكات. هنا لا، ده بناء الأصول وليس توزيع أصول، بناء أصول جديدة وبناء استثمارات جديدة وليس توزيع الأصول. الأصول كان في بداية حاليا لا تكفي العدد اللي موجود، لا، ده احنا محتاجين. احنا بص أقول لحضرتك حاجة، مصر حطت البنية الأساسية وحطت فعلا القاعدة اللي هتنطلق عليها من دولة نامية لدولة صاعدة، وقريبا هتكون دولة متقدمة يا رب. لا، ده حضرتك، ده اللي حضرتك احنا شايفينه كاقتصاديين بارقام، ما هوش يعني ما هوش حبا في البلد وعاطفه، لا، ده هو احنا مع قراءاتنا للتجارب التنمويه احنا نقدر نقول دلوقتي احنا انتقلنا من مصر كدوله ناميه الى مصر دوله صاعده وستكون متقدمه. احنا بدلائل وارقام واتجاهات وتوقعات منظمات ومؤسسات دولية، ما هوش بس كلام، لأن احنا نحب مصر ونتمنى الكلام ده. طبعا احنا نتمنى مصر تبقى فوق السحاب كمان، لكن هو ده طريقنا اللي احنا مشيناه، وهو البنية الأساسية اللي تخلينا ننتقل لدولة صاعدة. تمت الدولة البنية الأساسية اللي هتخلينا نطلع كدولة متقدمة شغالين فيها، وهتتم وهتكون وهنوصل في المكان ده. ده حاجة. فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، والقطاع الصناعي، قطاع صناعي نبتدي من قطاع صناعي في يوليو 52. بالتأكيد الفترة دي كانت زي ما قلت حضرتك، كان توجه اشتراكية، فالدولة تمتلك عناصر الإنتاج، وفي نفس الوقت انت لسه يدوب متخوف جدا انه الإقطاعيين يتغلغلوا تاني داخل المجتمع المصري ونعيد الكرة بقى ما قبل 52. والاشتراكية سمحت بظهور ما يسمى بالرأسمالية الوطنية. بالظبط. لكن بدأنا ندخل بصورة واضحة جدا ان احنا عاوزين نبقى دولة متقدمة. بدأنا نعمل صناعات كتيرة وكان لنا الريادة. شركة النصر للسيارات كانت الشركات الكورية بيبعتوا المهندسين بتاعتهم، دكتور احنا كنا بنصنع عربيات، تدريبات، عندنا عربيه رمسيس. لا، مش قصه نصدر وبس، لا، بنصدر تصنيع عربيه. لا، ده مش تصنيع بس كمان، ده كوريا الجنوبيه، شركات السيارات في كوريا الجنوبيه كانت بتبعت المهندسين بتوعها يتدربوا في شركه النصر السيارات. كوريا يعني دلوقتي اللي هي عملاق صناعه السيارات في العالم. بالظبط، اللي هي نص السيارات اللي ماشيه في مصر دلوقتي الكوريا. تمام.
فاحنا كنا مش بندور بس ان احنا هنبني مصنع عملاق، لا، ويبقى لنا الرياده فيه، ولينا الرياده فيه. بص على غير كده برضو، بصينا على الموارد بتاعتنا، بننتج القطن، وانتاج القطن كان واضح جدا، وبدانا نركز في صناعات الغزل والنسيج، ومصر كانت لها رياد، بدانا نعمل بنيه اساسيه كتيره، ونعمل مشروعات، احتاجنا حديد، بدانا نعمل مجمعات الحديد والصلب ومجمعات الالومنيوم، فلاح صناعيه. احنا في محافظه زي محافظه سوهاج، ما تدخل في 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 مصنع، في مصانع اللي اتعملت في الفتره دي، زي مصنع الهدرجه وغيره، حاجه كبيره وحاجه ضخمه، يعني مصانع ضخمه جدا جدا، وما زالت موجوده، مصانع ضخمة بتعمل، في جزء منها بيعمل وفي جزء منها خلاص، يعني الجزء، في جزء كبير بيعمل، يعني كان حتى في مقولة كده بيقال ان المصانع التي بنيت في والمؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة، القطاع العام اللي اتبنت في وقت ثورة 52 وعبد الناصر، لما كانت في مصر بيتم خصخصة بعض الشركات، بالرغم من خصخصة هذه الشركات لغاية دلوقتي في شركات لسه موجودة بالظبط للحكومه. بالظبط، طبعا طبعا، بس ودي كانت المنهجيه والفكر، انه الدوله بتبني وفي نفس الوقت الدوله بتوظف، وده كان ملائم ومناسب للفتره دي لسبب، لانه وده ارتبط برضه بالتعليم، وخلي بال حضرتك عشان هنقارن ده مع 30 يونيو. تمام، ان فتره الرئيس السيسي الاولانيه ركز على البنيه الاساسيه والمشروعات القوميه، المشروعات القوميه زي القلاع الصناعية في بعد 23 يوليو. المرحلة الثانية بدأنا هناك برضو نفس الحكاية، تطوير في تعليم من خلال حاجة، ايه الفرق بين قصة منظورنا للتعليم احنا بعد 23 يوليو و 30 يونيو؟ بعد 23 يوليو كانت الفكرة إتاحة التعليم لجميع المصريين، انه يبقى في مدرسه يقدروا الولاد يروحوها، حتى لو هيمشي 10 كيلو 15 كيلو واتيفر، لكن في النهايه في مدرسه في مكان ما، يبقى بنتكلم على عنصر الاتاحه. احنا دلوقتي تخطينا مرحله الاتاحه بعد 30 يونيو، ولو حضرتك تسترجع معايا وتتذكر خطاب الرئيس السيسي قدام مجلس الشعب اللي هو الحلف فيه اليمين، قال انه الفتره دي فتره بناء الانسان المصري، وركز على جانبين، جانب التعليم والصحه. يبقى رجعنا للتعليم، بس احنا مركزين على ايه بقى في التعليم بعد 30 يونيو؟ وده حاجه كبيره جدا، مركزين على جوده التعليم، لانه التعليم اوريدي متاح في اي محافظه دلوقتي، في جامعه في اي محافظه دلوقتي، في اي قريه، في اي نجعه على مصر، في جامعه الاقصر كمان بالظبط، في اي جامعه، في اي نجعه، في مدرسه ومدارس. فبالتالي كاتاحه التعليم تم، تطوير الخدمه التعليميه، بدانا بقى نعمل جوده التعليم بقى، بدانا، وده تحدي كبير جدا، لا يقل اهم، لا يقل صعوبه عن اتاحه التعليم، بل بالعكس، يمكن بناء المؤسسات التعليمية، يعني بناء كمدرسة كحجر، وان انا ابني مبنى، اسهل بكتير جدا 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 من اني اطور منظومة التعليم، وابني قدرات المدرسين، ويعني اغير الاتيتيود او التوجه، اتجاهات الطلبة ناحية التعليم، وان اربط التعليم بسوق العمل، ده منظومة كبيرة جدا، وده تحدي كبير جدا بيواجهنا، سواء تطوير التعليم ما قبل الجامعة وتطوير التعليم الجامعي. تم ربط في بعد 23 يوليو، تم ربط التعليم بالصناعه، ولذلك احنا كنا نسمع بعد في الخمسينات والستينات، وده اللي يمكن اللي ظهر فيها مصطلح كليات القمه، انه المهندس ثلاثه عين. ايه ثلاثه عين؟ يعني لو انت بقيت مهندس عربيه عروسه بالظبط كده. وبعد كده شويه احتاجنا الخدمه الصحيه، فبداوا الاطباء يطلعوا، وطلعت لنا اربعه عين، عماره عربيه عروسه، عياده. اوكي، ده بايه بقى؟ لانه ربط سوق العمل، عاوز ايه سوق العمل في مرحله المشروعات العملاقه، المشروعات الكبيره اللي القلاع الصناعيه اللي بيعملها، وكنا مهتمين ان احنا نعملها بايدي المصريه، بأيد، وكان لابد من بناء قدرات الإنسان المصري. ده ياخدنا دكتور علي لنقطة أخيرة في حديثنا النهاردة. هل حققت ثورة يوليو 23 يوليو 52 المردود الاقتصادي المنتظر منها في خلال فترة حكمها، اللي احنا يعني نقدر نقول ان ثورة يوليو حكمت
من 52 بنهايه عصر الزعيم عبد الناصر سبتمبر 70، ثم بدات الدوله في اتخاذ رؤى اقتصاديه وسياسيه اخرى مغايره للفتره السابقه ليها. هل في الفتره دي حققت الدوله المصريه من 52 ل 70 ما تصبو اليه الدوله المصريه والثوره في 52؟ لقدر كبير، وخصوصا في المراحل الاولى بدات تحط يعني تبني اسس من قلاع صناعيه ومن اعاده توزيع دخول، من مجانيه تعليم، وبالتالي خلق كوادر مصريه تقدر تشتغل في وتقود عمليه التنميه في مصر. فدي حققت بصوره كبيره جدا. المشكله عندنا ان احنا بعد فتره تجمدنا ان احنا خدنا نفس الموديل. انت لازم تطور في نفسك طبعا. مش كل مش مفروض اللي صلح في 52 مش هو اللي هيبقى في 60، مش هو اللي هيبقى في 65. لابد ان يحصل فيه تطوير. احنا حصل عندنا شويه جمود، فاتتنا فرصه تاريخيه، وده لو احنا استغلناها كان زماننا دلوقتي كتفنا بكتف كوريا الجنوبيه اقتصاديا، اللي هي فتره الاصلاحات، البرنامج الاصلاحي اللي قدمه الرئيس الراحل محمد انور السادات. كان مقدم باكج برنامج اصلاحي اقتصادي ب 77، كان فعلا برنامج اقتصادي كان متواكب مع الاتجاه العالمي والدنيا بتعمل ايه والموضه ايه في الاصلاح الاقتصادي وتوجهات والدول اللي اتبعت السياسات دي خلال الفتره دي. حصل فيها مشاكل في البدايه، وده طبيعي جدا في بداية أي إصلاح، ولكن حضرتك تتفرج عليها هي حاليا. ففاتتنا النقلة بقى. أنا عملت مرحلة، يعني زي بس أقول لحضرتك حاجة، ثورة 23 يوليو بنت البيت. تخيل أنت عاوز تسكن في بيت جديد، ثورة 23 يوليو بنت لك البيت. مرحلة الرئيس السادات بقى كانت مفروض تعمل بقى تكمل الباقي، تفرش التشطيب اللي في تشطيب البيت. احنا اللي احنا بنعمله دلوقتي بنعمل حاجة، بنبني 500 بيت جنب البيت ده وبنشطب البيت القديم. وانا بعنيها مش بيت جنب البيت القديم، لا ده احنا بنبني 500 بيت جنب البيت القديم وبنشطب. بص اقول لحضرتك برضه بارقام. اتفضل. بارقام. كلنا كنا بيجينا الحماس كده ونتكهرب لما بنسمع احنا قلنا بنينا ودينا بنبني السد العالي، صح؟ وما زلنا الان على رغم السد العالي ما اتبنى ولا انا ولا حضرتك كنا اتولدنا. ده حقيقة، أنا ما كنتش اتولدت لما اتبنى السد العالي، تمام؟ ولكن بنسمعها وفخورين. في 3 سنين في مصر تم بناء محطات كهرباء بتولد 12 ضعف السد العالي. عشان كده بقول لك احنا مش بنبني سيمنز وجنرال الكتريك، مش بنبني بيت، مش بنبني بيت جنب بيت، ده احنا بنبني 500 بيت جنب بيت. بنبني 500 بيت جنب بيت. بعد 23 يوليو اتحركنا عشان ننقل بقى قصة نقل السكان من الوادي ونتحرك من الوادي للصحراء، وطلعنا بالوادي الجديد، تمام؟ في غضون أقل سنوات بسيطة، من خلال انت بتتكلم مثلا على سبيل المثال المليون ونص فدان تم استصلاح منهم برضو عشان السادة المشاهدين يعرفوا، من مشروع المليون ونص فدان لدلوقتي 350 ألف فدان. رقم ضخم، رقم ضخم. ده 100,000 فدان بس هتبقى صوب الزراعي. 100,000 فدان بس اذا بتكلم صوب كده على الماشي. فاحنا بنتحرك الى نقله من دوله ناميه الى دوله صاعد. احنا خلاص على فكره عدينا مرحله الدوله الناميه، احنا دلوقتي مش على اعتاب، لا ده احنا جوه سلم الدوله الصاعده. دكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، أنا بشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم حضرات السادة المشاهدين على هذه المتابعة، وبالتأكيد على مدار اليوم على أكسترا نيوز سنتابع مع حضراتكم الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 من يوليو عام 1952. شكرا جزيلا لكم.
كسرت.